ما عايش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل. إن الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، تتابعون من الميدان من المستقبل وفي العناوين. أريد الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام يلي هو أساسا مسؤول عن مأساة النازحين. الرئيس الحريري يؤكد أن الاتصال بالنظام السوري خروج مرفوض على قواعد النأي بالنفس. لا يمكن أن نسلم الجلاد ضحيته. خوري من معراب، التنسيق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية قائم ودائم لما فيه مصلحة لبنان. الدول الأربعة تلوح بإجراءات عقابية جديدة ضد قطر ومساعا أمريكية ناشطة لتخفيف التوتر. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، تراجع المؤشرات الاقتصادية سيد الموقف وتشاؤم لدى الشركات. وفي الرياضة، الفيفا يجمد النشاط الكروي في السودان رسميا بعد تدخلات حكومية. أهلا بكم. لا تزال أزمة النزوح السوري تحتل صدارة الاهتمامات، وتبرز في هذا الإطار المواقف التي أطلقها رئيس الحكومة سعد الحريري حول جدية الحكومة في إيجاد حلول لهذه الأزمة بما يلبي حاجيات هؤلاء ويحفظ سلامتهم من جهة ويوفر مقومات ديمومة واستمرار البنى التحتية اللبنانية من جهة ثانية. وتأتي أيضا الزيارات المرتقبة للرئيس الحريري إلى واشنطن وباريس وموسكو في إطار تمكين الدولة وتطوير قدراتها وبناها التنموية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والمالية على حد سواء. إلى ذلك، أعلن وزير الثقافة غطاس خوري أن الرئيس سعد الحريري سوف يعطي إشارة واضحة في موضوع النازحين السوريين بأننا لا يمكن أن نسلم الجلاد ضحيته. خوري وبعد لقائه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب موفدا من رئيس الحكومة سعد الحريري وبحضور وزير الإعلام الحمرياشي، أكد وجود تنسيق مباشر ودائم بين تيار المستقبل والقوات، وقال نريد الحفاظ على هذه العلاقة المميزة لما فيه خير ومصلحة لبنان. نحن مع الدكتور جعجع في تنسيق مباشر ودائم، ونريد أن نحافظ على هذه العلاقة المميزة لما فيه خير ومصلحة لبنان. سوف أنقل وجهة نظر الدكتور جعجع لرئيس سعد الحريري. هنالك مواضيع شائكة الآن، منها قضية النزوح السوري، ومنها أيضا قضية الأزمة الاقتصادية الاجتماعية، ومنها أيضا كيفية تطبيق قانون الانتخاب الجديد وما سوف تؤول إليه الأمور والتحالفات السياسية. أظن أن هذا الموقف كان هنالك رد من الوزير جراح من قبل تيار المستقبل، وأظن أن الرئيس الحريري أيضا سوف يعطي إشارة بأننا لا يمكن أن نسلم الجلاد ضحيته. رئيس الحكومة سعد الحريري أسف للمزايدات في قضية النازحين السوريين عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام السوري المسؤول أساسا عن مأساة النازحين وكل السوريين. ودعا الرئيس الحريري خلال رعايته حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية حلفاء هذا النظام إلى الضغط عليه من أجل إقامة مناطق آمنة على الحدود السورية والجانب السوري من الحدود ومخيمات بإشراف الأمم المتحدة لاستيعاب النازحين العائدين من لبنان. شكل حفل تخريج طلاب جامعة بيروت العربية الذي أقيم في حرم الجامعة في الدبي مناسبة رد فيها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مطالبة البعض التفاوض مع الحكومة السورية من أجل إعادة النازحين السوريين. اليوم مع الأسف عن قصد أو غير قصد في مزايدات من نوع جديد عم تستخدم مأساة إخواننا النازحين السوريين لتحقيق نقاط سياسية رخيصة من دون التنبه إلا أنها عم تهدد الاستقرار عبر محاولة توريط الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام يلي هو أساسا مسؤول عن مأساة النازحين، لا بل عن مأساة كل السوريين. وأشار الرئيس الحريري إلى أن هذه الضغوط تشكل خروجا مرفوضا عن قواعد النأي بالنفس، ولا وظيفة لها سوى تقديم خدمات سياسية وأمنية مجانية لنظام الأسد المسؤول عن تهجير مئات الألاف من السوريين يلي حاملين دعوة التواصل مع النظام.
هن حلفاء له وعم يقاتلوا معه داخل الأراضي السورية، وبعضهم بيتبجحوا أنهم عكسوا المعادلة غير المأسوف عليها بلبنان وصاروا جزء من الوصاية على النظام بسوريا. طيب ما يتفضلوا يضغطوا على النظام لتسهيل إقامة مناطق آمنة على الجانب السوري من الحدود، مخيمات بإشراف الأمم المتحدة تستوعب النازحين الراجعين من لبنان، بدل دعوة لتوريط الحكومة اللبنانية باتصالات نتيجتها فتح باب جديد لابتزاز لبنان من دون أي معالجة حقيقية لتداعيات النزوح. أو بس شاطرين بالمزايدة على بلدكم وحكومة بلدكم وأهل بلدكم. وقال الرئيس الحريري إن مهمة الحكومة اللبنانية هي مواجهة تداعيات النزوح ومكافحة أي محاولة لاستخدامه وسيلة لنقل الإرهاب إلى لبنان، داعيا إلى الابتعاد عن إثارة البلبلة وعدم نقل المسائل الخلافية إلى طاولة مجلس الوزراء. نحن عم نحمل المجتمع الدولي مسؤولياته بالمساهمة بمواجهة الأعباء على لبنان، وما عندنا أي مصلحة نوجه للمجتمع الدولي رسالة سلبية مفادها أنه لبنان تخلى عن المسار يلي اختاره بالتنسيق مع الأمم المتحدة والهيئات الدولية واستبدله بمسار مجهول النتائج مع حكومة مجهولة سورية. يعني الحكومة نفسها يلي بيحملها المجتمع الدولي مسؤولية مباشرة عن أزمة النزوح. وشدد الرئيس الحريري على أن لبنان لن يدفع بالنازحين إلى مصير مجهول، ولكنه لن يتهاون في جعل أماكن النزوح بيئة حاضنة للإرهاب، مشيرا إلى أن النازحين هم شركاء أيضا بمكافحة هذا الإرهاب، ولفت إلى أن كل القوى الأمنية الشرعية تعمل بهذه الروحية. ولم ينسى الرئيس الحريري التوجه إلى الخريجين الذين بلغ عددهم 1600 طالب، مؤكدا أن مهمته الأولى هي تأمين فرص عمل للشباب اللبناني وتأمين شروط نجاحهم من خلال تسريع الإنترنت وتخفيض سعره وإيجاد حاضنات مادية وعملية وتمويلية لأفكارهم وابتكاراتهم ومبادراتهم. من جهته أشار نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم إلى أن النازحين السوريين في لبنان يعيشون المشاكل والتعقيدات الكثيرة ولا يعيشون أبدا حياة طبيعية. ولفت قاسم إلى أننا طالبنا التنسيق من أجل تنظيم إعادة من يرغب من النازحين إلى الأماكن الآمنة في داخل سوريا، وإذا ببعض الأصوات ترفض وتعترض وتعتبر أن هذا جريمة أو هذه جريمة وأن هذا الأمر لا يمكن أن يحصل. وأضاف قاسم أن الذي يمنع عودة هؤلاء هو الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، كي لا يظهر كما قال قاسم رئيس النظام السوري بشار الأسد بأنه قادر على إدارة دولة وحماية الأمن. حي عضو كتلة التنمية والتحرير النائب علي بزي الجيش اللبناني بصفته الضامن لأمن اللبنانيين، مشددا على ضرورة تفعيل عمل المؤسسات الدستورية لإقرار ما فات من قوانين ومشاريع. لنؤكد على ضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني في البلد، وهذا يتطلب أيضا الاستفادة من كل الفترة الزمنية التي مضت على البلاد من تعطيل ومن قلق ومن هواجس ومن مخاوف، لكي نفعل عمل مؤسساتنا الرسمية والدستورية في هذا البلد، وأولها السلطة الأم، سلطتكم أنتم، سلطة مجلس النواب. ولا يتوهمنا أحد على الإطلاق أن الفترة الممتدة من 20 حزيران إلى أيار 2018 هي فترة ضائعة أو هي فترة مجهولة الهوية، أبدا على الإطلاق، هي فترة لتعويض ما فات على البلد وعليكم من قوانين ومن مشاريع، وأولى هذه القوانين والمشاريع إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب التي تطال المؤسسة العسكرية وأفراد الهيئة التعليمية وموظفي الإدارة العامة في لبنان.
أكد القيادي في حزب القوات اللبنانية آدي أبي اللمع أن موضوع النازحين هو من مسؤولية الحكومة حصرا، متسائلا كيف يمكن لنظام هجر أبنائه أن يقبل بإعادتهم. أول شيء هودي النازحين ما اجوا لانه الحكومه السوريه قالت لهم معلي رزيحوا هلا روحوا على لبنان وبعدين بترجعوا تخلص الاحداث، هي سبب نزوحهم. يعني لما تكون هذه السلطه بسوريا هي سبب نزوحهم، كيف بدها تكون هي اداه اعادتهم الى سوريا؟ ما المشكله معهم، مشكله مع هذا النظام يلي سبب بنزوح هؤلاء الناس، وليس بالعكس. تيجي هلا بدك تخبرني انه هذا النظام المفلس يلي ما بقى حدا عامل له اي حساب، يلي اصلا منه حاكم ببلاده ويلي عايش يعني يلي سبب ببلده حرب اهليه طويله عريضه، هو هلا بده يتولى امر هودي الناس يلي هو هشلهم؟ مين بده يتولى الامر؟ طبعا الحكومة اللبنانية بدها تولى الامر. باتصال مع مين؟ باتصال مع حالها، هي بدها تشوف كيف بدها تعمل. الحكومة اللبنانية هي المخولة الوحيدة بتعاطي مع بهذا الملف وليس شيء اخر ولا احد اخر. لا الامم المتحده بدها تقول لنا شو بدنا نعمل وقتها مش وقتها، نحن بنقرر اذا وقتها مش وقتها، هيدي شغله، هذا قرار سيادي، وهذا القرار سيادي ما بدنا نتقاسمه مع حدا وخاصه مع سبب هذا النزوح اللي هي السلطه السوريه الحاليه اليوم بسوريا. أمنيا انفجرت عبوتان ناسفتان وتم تفكيك اخرى فجرا داخل عرسان على طريق وادي الجمالي والتي يستخدمها الجيش اللبناني في تنقلاته، ولم يسفر هذا الانفجار عن وقوع إصابات. أكد رئيس الجمهورية ميشيل عون اهتمامه بالمناطق كافة ولا سيما الحدودية منها، مشددا على ضرورة استكمال عملية التنظيف حوض الليطاني. عون عرض مع حاكم مصر في لبنان رياض سلامي الأوضاع المالية في البلاد، وأشار سلامي لأنه أبلغ الرئيس عون تحسن الأوضاع النقدية خلال شهر حزيران الماضي، وقد ترجم ذلك في ارتفاع موجودات مصر في لبنان من العملات الأجنبية. الرئيس عون التقى وزير الصحة المصري أحمد راضي بحضور وزير الصحة اللبناني غسان حاسباني ورئيس اتحاد المستشفيات العربية. الوزير حاسباني وخلال تمثيله الرئيس عون في حفل افتتاح أعمال الملتقى الصحي الاقتصادي بدعوة من اتحاد المستشفيات العربية في فندق الحبتور، شدد على ضرورة إيجاد الحلول للتحديات التي تواجه الرعاية الصحية، معلنا العمل على إطلاق الاستراتيجية الشاملة للقطاع الصحي وتنظيم الخدمات الاستشفائية في لبنان. ونعمل حاليا على عدة برامج وهي كلها تهدف إلى ضبط الإنفاق من جهة وضمان حق المواطنين بالعلاج من جهة أخرى. نعمل على برنامج الاستشفاء النهاري وكذلك على معالجة المشاكل التي قد تواجه الحالات الطارئة قبل دخولها المستشفى، ومن الطبيعي أن نتوجه مستقبلا أكثر نحو بدائل الاستشفاء المنزلي، وتجارب أوروبا تؤكد إمكانية خفض كلفة الاستشفاء بنحو 30%. في النشرة بعد الفاصل، القوات المصرية تحبط هجوما إرهابيا في سيناء. أهلا بكم من جديد. هدد بيان صادر عن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، هدد قطر بإجراءات عقابية جديدة على خلفية الرد القطري على مطالبها، والدبلوماسية الأمريكية تنشط لرأب الصدع، فيما اليوم أعلن رئيس هيئة قناة السويس منع مرور السفن القطرية بالمنطقة الاقتصادية بالقناة. أصدرت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بيانا مشتركا حول الرد القطري على لائحة المطالب التي تقدمت بها للدوحة، وأكد البيان أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، معتبرة أن تعنت الدوحة يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية. وأوضحت الدول الأربعة أن مطالبها التي تقدمت بها لقطر تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله، مضيفة أن
الإجراءات موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها، وتأكدت أن قائمة المطالب باتت لاغية، شددت على أنها ستتخذ بحق الدوحة كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه وفي الوقت المناسب، بما يحفظ حقوق وأمن واستقرار هذه الدول من سياسة الحكومة القطرية العدائية، كما قال البيان الذي شدد على أن الحكومة القطرية تخالف تطلعات ومصلحة الشعب القطري الذي هو جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية. وسجنت الدول الأربعة عدم احترام قطر للمساعي الكويتية لحل الأزمة. إلى ذلك بحث وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتس في اتصال هاتفي مع نظيره القطري خالد بن محمد العطية أهمية عدم تصعيد التوتر مع دول الجوار والتركيز على الخطوات المقبلة لتحقيق الأهداف المشتركة حسب ما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية. وأكد المسؤولان على الشراكة الأمنية الاستراتيجية بين الدوحة وواشنطن بحسب بيان البنتاغون. من جهتها أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية ريكس تيلرسون سيتوجه إلى الكويت الاثنين المقبل لبحث الأزمة مع قطر، في وقت عبرت فيه واشنطن عن قلقها من بلوغ الأزمة الخليجية طريقا مسدودا. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن زيارة تيلرسون إلى الكويت تأتي تلبية لدعوة من أمير الكويت لبحث جهود حل الأزمة الخليجية. وأضافت أن تيلرسون سوف يلتقي إضافة إلى المسؤولين الكويتيين مسؤولين من السعودية والإمارات والبحرين ومصر لبحث الجهود المستمرة لحل الأزمة. قال المتحدث العسكري باسم الجيش المصري إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء نجحت في إحباط هجوم للعناصر الإرهابية على مواقع عسكرية، مما أسفر عن مقتل أكثر من 40 إرهابيا وتدمير 6 عربات. وتعرضت إحدى النقاط العسكرية لانفجار عربات مفخخة نتج عنه مقتل وإصابة أكثر من 26 من قوات الجيش المصري. هذا وأكدت مصادر عسكرية أن الإرهابيين حاولوا الهجوم على كتيبة الصاعقة بنحو 12 سيارة رباعيات الدفع، إضافة لعشرات الدراجات النارية المفخخة. على وقع أعمال الشغب في هامبورغ انطلقت قمة دول العشرين في المدينة الألمانية، وأقرت خطة عمل مشتركة لتعزيز مكافحة الإرهاب، لكن الأنظار بدت مشدودة أكثر إلى المصافحة الأولى بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين خلال اللقاء الثنائي المرتقب والذي سيبحث عددا من القضايا الدولية والإقليمية. بالهراوات والغاز المسيل للدموع ومدافع المياه، حاولت قوات الأمن الألمانية تفريق آلاف المتظاهرين في مدينة هامبورغ الألمانية التي تستضيف أعمال قمة العشرين بمشاركة قادة الدول على مدى يومين. السلطات الألمانية تحدثت عن عشرات الإصابات في صفوف شرطتها نتيجة الصدامات مع المتظاهرين المناهضين للرأسمالية تحت شعار مرحبا بكم في جهنم. وقد دفعت أعمال الشغب المستمرة إلى طلب الشرطة الألمانية المزيد من التعزيزات لمواجهة الحشود الكبيرة التي يتوقع أن تصل أعدادها إلى 100,000 متظاهر. الرئيس الأمريكي الذي سلك طريقا أطول من مقر إقامته إلى مقر القمة لتفادي المتظاهرين استبق مشاركته في المؤتمر بتغريدة على تويتر أكد فيها تطلعه إلى اللقاءات التي سيعقدها مع قادة العالم ومن بينهما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرا إلى أن هناك كثير ستتم مناقشته. واتجهت الأنظار إلى المصافحة الأولى بين الرجلين مع انطلاق أعمال المؤتمر، حيث من المتوقع أن يجتمعا على هامش القمة لبحث ملف الإرهاب والأزمات العالقة في سوريا وأوكرانيا، على أن يبحث الرئيس الأمريكي الأزمة الكورية مع الرئيس الصيني. وكان ترامب عقد مساء الخميس مباحثات استمرت لمدة ساعة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي عبرت عن أملها في التوصل لاتفاق بشأن قضية التغير المناخي المثيرة للانقسام، وتعهدت بالتوصل لتسويات. كما يبحث جدول أعمال القمة مسائل الاقتصاد والتبادل التجاري العالمي ومستقبله. في تطورات تحرير الموصل تواجه القوات العراقية صعوبات في معارك المدينة القديمة بسبب لجوء تنظيم داعش لاستخدام الانتحاريين في شكل واسع. من جهته أعلن التحالف الدولي أن التنظيم على وشك الاندحار من معقله السابق في الموصل. وقال الجنرال ديف أندرسون الذي يشرف على تدريب القوات العراقية إن هذه القوات دفعت تنظيم داعش إلى جيب صغير في المدينة القديمة بالموصل عند نهر دجلة، وردا على السؤال عن عدد عناصر تنظيم داعش المتبقين في الموصل،
قال إنه لا يعرف، إلا أنه أكد أن أحد منهم لن يكون موجودا الأسبوع المقبل، وأضاف إن التحالف بدأ بتسليم مساعدات للشرطة العراقية لتكون قادر على تكثيف حضورها في الموصل والانتشار في المدينة بعد استعادتها. دمرت مقاتلات التحالف العربي خلال عدة غارات شحنة أسلحة للميليشيات في جزيرة كامران قبالة ميناء صليف في الحديدة غربي اليمن، حسبما أكدت مصادر عسكرية يمنية. إلى ذلك أعلنت الحكومة اليمنية عن اكتمال ترتيبات تشغيل البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن بعد توقيف دام لنحو 10 أشهر منذ إقرار نقل مقره الرئيسي وإدارة عملياته من العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات الانقلابية. وقال رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر إن الإدارة الأمريكية رفعت الحظر عن حساباتها بالتزامن مع تدشين العمل بنظام التحويلات المالية، وهي خطوات تمكن الحكومة من تشغيل البنك المركزي واستعادة السيطرة على القطاع المصرفي. إلى سوريا، حيث واصلت المقاتلات الروسية والأسدية غاراتها، فاستهدفت بلدة اللجة بريف درعا الشرقي بأكثر من 10 غارات جوية على الرغم من ادعاءات النظام بتمديد الهدنة. على الرغم من عدم التزامها الكامل بالهدنة التي أقرتها سابقا في مناطق الجنوب السوري التي انتهت يوم الخميس، مددت قوات الأسد وقف عملياتها العسكرية في درعا والقنيطرة والسويداء إلى يوم السبت. في ريف حماة استهدف الثوار مواقع لقوات الأسد والميليشيات الإيرانية المتمركزة على حاجز المصاصنة بريف حلب الشمالي، في وقت واصلت المعارضة تصديها لمحاولات اقتحام الريف الدمشقي من جهتي زملكة وعين ترمى. أما شمالا، وسعت قوات سوريا الديمقراطية من حدود سيطرتها في مدينة الرقة، حيث طردت تنظيم داعش من منطقة كسرة محمد آغا، في حين تعرضت مواقع وحدات حماية الشعب الكردية في مطار منق العسكري وقريتي إخترين ومرعناز إلى قصف مدفعي تركي. سياسيا، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إلى العمل على دستور جديد في سوريا تحت وصاية الأمم المتحدة، وأكد لافروف عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي أنه لا يعلم شيئا بشأن اقتراحات أمريكية عن مناطق حظر طيران في سوريا، موضحا أنه طلب من واشنطن تفاصيل بشأن هذا الموضوع. من جانبه، أكد الوزير الفرنسي أن باريس وموسكو تدعمان إتلاف السلاح الكيماوي السوري بشكل كامل. مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على لائحة التراث العالمي التابعة لليونسكو، وذلك بعد انتهاء أعضاء لجنة التراث العالمي من التصويت على ملف إدراج المدينة ضمن الدورة 41 والتي عقدت اليوم في مدينة كراكوف البولندية. وقد أيدت 12 دولة في لجنة التراث العالمي قرار إدراج الخليل، فيما أبدت 3 دول رفضها وامتنعت 6 أخرى عن التصويت. ويشكل إدراج المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة في الخليل انتصارا للدبلوماسية الفلسطينية، فيما دانت إسرائيل إدراج الخليل ضمن التراث العالمي قائلة إنها لحظة غير مشرفة. تتجه الأمم المتحدة إلى تبني معاهدة دولية تحظر الأسلحة النووية رغم معارضة قوى نووية قطعت المفاوضات حولها. ويصف المؤيدون للحظر المعاهدة بأنها إنجاز تاريخي، لكن الدول التي تمتلك أسلحة نووية ترفض ذلك باعتباره غير واقعي ولن يكون للحظر أي تأثير على خفض المخزون العالمي والذي يبلغ 15,000 رأس نووي. وقد شاركت 141 دولة في مفاوضات استمرت ل3 أسابيع حول هذه المعاهدة بغياب الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا والهند وباكستان وكوريا الشمالية وإسرائيل وحتى اليابان التي عانت من هجوم بالأسلحة النووية. قاطعت المناقشات كما فعلت معظم دول حلف شمال الأطلسي. انهارت محادثات إعادة توحيد جزيرة قبرص المقسمة، وذلك بعد جلسة ختامية عاصفة. وأبدى الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر صحفي أسفه لانهيار المحادثات وضياع هذه الفرصة التاريخية، وقد امتنع عن ذكر أسباب محددة لانهيار المحادثات، لكنه قال إن هناك هوة واسعة بين الوفدين في عدد من القضايا. وقد حمل القبارصة اليونانيون المسؤولية عن انهيار المحادثات للقبارصة الأتراك في انهيار هذه المحادثات. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل.
حفلة أهل البلد في مهرجانات بعلبك. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. الرئيس الحريري يؤكد أن الاتصال بالنظام السوري خروج مرفوض على قواعد النأي بالنفس. كوري: التنسيق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية قائم ودائم. تلويح بإجراءات عقابية جديدة ضد قطر. دعا وزير الدولة لشؤون المرأة جون أوغاسابيان المرأة اللبنانية إلى عدم انتخاب أي لائحة لا تتمثل فيها المرأة في الانتخابات النيابية المقبلة. وأضاف خلال رعايته لمؤتمر نظمته نقابة المحامين في الشمال أنه سيختار مجددا وزارة المرأة لأنه مؤمن بقضيتها. أنه عدم إدراج الكوتا منا نهاية الطريق. منا نهاية الطريق، وأنا عملت عدة اجتماعات مع الجمعيات والمؤسسات والتحالف اللي موجود والهيئة الوطنية وغيرها، منا نهاية الطريق. ما تشيل نهاية الطريق، الحلم دائم ومستمر والنضال بده يستمر، وهناك في خطوات كثير بتتاخذ بهذا المجال. أنا كان عندي طرح واحد على كل سيدات لبنان، أي لائحة منا مختلطة ما ينتخبوها. أي لائحة بكل لبنان. خلينا نأكد نحن عن عمل فعلي. لأنه لا يجوز بس نبقى بالإنشاء وبالخطابات. ما بتعطيني الكوتا تفضل، أنا ما كمان ما بنتخب اللوائح اللي منا مختلطة. قادرين نعملها؟ عندنا انتخابات بعد سنة، بعد 10 أشهر اللي هن. وبالتالي بده الواحد ننتقل من مرحلة انه عم نستجدي لمرحلة انه نفرض نفسه. والمرأة قادرة تفرض نفسها بالمجتمع، قادرة تفرض نفسها بالسياسة، وهلأ الوقت لحتى تبرهن عن ذلك. مهرجانات بعلبك تسبق الافتتاح الرسمي بحفلة أهل البلد. ثلاثة آلاف مشاهد حضروا للتمتع بالأصوات الجميلة بين أعمدة بعلبك التي رسمت مشهدية ساحرة. هي حفلة أهل البلد والتي تخصصها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية لأهالي المدينة كل عام قبل الافتتاح الرسمي. باقة من أجمل الأغاني قدمها الفنانون رامي عياش، إيلين لحود وبريجيت ياغي على مدرجات هيكل باخوس في عمل غنائي مسرحي بعنوان عيد الشباب بالليالي اللبنانية. 32 أغنية بين الجديدة والقديمة التي استرجعت أيام الزمن الجميل عبر استذكار فنانين عمالقة. فرقة رقص فولكلوري وتراثي تضم 24 راقصا وراقصة رافقت اللوحات الغنائية، وقاد المايسترو إيلي العليا الفرقة الموسيقية المؤلفة من 18 عازفا. توفي المواطن علي حسن فروخ إثر إصابته بطلقات نارية في جسده في بلدة الخرايب أطلقها المدعو ميم ألف ضاد ضده جراء خلاف سابق على ملكية أرضية، وقد نقل المصاب إلى مستشفى البتول حيث ما لبث أن فارق الحياة، فيما فر الجاني إلى جهة مجهولة. هذا وتتولى القوى الأمنية التحقيق في ملابسات الجريمة. في سهل الصباغ في حارة صيدا أقدم شاب من آل كشتبان على طعن شاب من آل ظاهر إثر تلاسن وقع بينهما، وأعقبه إطلاق نار على منزل كشتبان. وعلى الفور حضرت إلى المكان دورية من قوى الأمن الداخلي حيث عملت على توقيف كشتبان وشخص آخر من آل البلاني، ولاحقا تم توقيف شخص ثالث من المشاركين في الإشكال من آل ظاهر من قبل مخفر حارة صيدا. أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي شعبة العلاقات العامة أنه أثناء قيام أحد رتباء فصيلة تفتيشات المطار بعملية الصيانة الدورية للآلات الكاشفة على المدخل الداخلي عثر على مغلف ورقي عالق بداخلها يحتوي على مبلغ 5900 دولار أمريكي مدون عليها اسم ورقم هاتف لشخص يدعى وضاح عين أردني الجنسية. وقد قام قائد سرية المطار بالاتصال به وتسليمه المغلف بناء
لإشارة القضاء المختص. في الاقتصاد بعد الفاصل، ما هي العملة الثانية الأكثر استخداما في العالم؟ ونصل إلى الصفحة الاقتصادية مع باسل الخطيب. أهلا بكم إلى أخبار الاقتصاد. المؤشرات الاقتصادية ليست بخير، وشهر حزيران يونيو شهد تسارع في تدهور اقتصاد القطاع الخاص، وثقة المستهلك تتراجع، وتشاؤم لدى الشركات. تقرير والتفاصيل. سجل مؤشر الأعمال بلوم بي ام اي لشهر حزيران 2017 46.1، أدنى مستوى له في 8 أشهر، مقابل 46.6 في الشهر السابق. ويدل هذا التراجع على تسارع تدهور اقتصاد القطاع الخاص في شهر حزيران يونيو مقارنة بشهر أيار مايو الماضي. وساهم كل من تسارع وتيرة تراجع الطلبيات الجديدة وطلبيات التصدير الجديدة لدى شركات القطاع الخاص اللبنانية في شهر حزيران في زيادة تقلص المؤشر. على الرغم من تدهور معظم مؤشرات الـ PMI خلال شهر حزيران، تراجع مؤشر أسعار الإنتاج ولكن بوتيرة أبطأ نتيجة ضعف الطلب والضغوط التنافسية. ويقول مدير عام بلوم إنفست الدكتور فادي عسيران في إطار تعليقه على نتائج مؤشر PMI لشهر حزيران، إن مؤشر PMI في شهر حزيران انخفض إلى أدنى مستوياته في 8 أشهر، ليعكس تراجعا في ثقة المستهلك وتشاؤما ساد بين شركات القطاع الخاص. ويتوقع عسيران أن تتضح نتائج التوافق السياسي الذي تم في منتصف حزيران يونيو على قانون انتخابي جديد، خصوصا مع إعطاء الأولوية الآن لإقرار مشروع موازنة العام 2017 وسلسلة الرتب والرواتب. أعلن البنك المركزي الأوروبي هذا الأسبوع أن اليورو لا يزال العملة الثانية الأكثر استخداما في العالم بعد الدولار الأمريكي، مشيرا إلى أن الفجوة بينه وبين الدولار الأمريكي مستمرة في التقلص. وكنسبة من القروض الدولية والتجارة في أسواق الصرف الأجنبي، تراجع دور اليورو في التمويل الدولي بنسبة أقل من تراجع النشاط في هذه الأسواق، وانخفض حجم الديون المقومة باليورو مقارنة بما قبل الأزمة المالية. ولا يزال اليورو بعيدا عن تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لمؤسسيه، وهو تخطي الدولار ليصبح العملة الأكثر استخداما في أنحاء العالم. ويأتي هذا مع احتفاظ مديري الاحتياطيات في البنوك المركزية بأكثر من 10 تريليون دولار من الأصول. قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي إن مبيعات التجزئة في منطقة اليورو زادت بأكثر من المتوقع في مايو أيار، بدعم من مبيعات أقوى للملابس والأحذية ووقود المركبات. ومقارنة بالشهر السابق، زادت مبيعات مايو أيار في 19 دولة بمنطقة اليورو 0.4%، وزادت 2.6% على أساس سنوي. وكانت أقوى زيادة في المبيعات في لاتفيا وبلجيكا وإستونيا، بينما تراجع الإنفاق في فنلندا ومالطا. وبعد زيادة قوية في مبيعات الغذاء والمشروبات والتبغ في أبريل نيسان، انخفض إنفاق المستهلكين في منطقة اليورو على هذه الفئة في مايو أيار. وعدل يوروستات بشكل طفيف صعوديا قراءة أبريل نيسان إلى 2.6% من 2.5% من قبل، مما يبقى على التغيير الشهري بزيادة 0.1% دون تغيير يذكر. هذا كل شيء في أخبارنا الاقتصادية. إلى اللقاء. في الرياضة بعد الفاصل، رونالدو يلتقي سرا رئيس باريس سان جيرمان. ونصل إلى الصفحة الرياضية مع عباس حسن. شكرا ماهر، مساء الخير. يظهر بأنه ما رشح عن إمكانية ترك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لنادي ريال مدريد الموسم لم يكن مجرد مناورة من اللاعب المذكور، حيث كشف التقارير عن اجتماع عقده الأخير مع رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بالإضافة إلى بروز اهتمام نادي مانشستر يونايتد فيه ليكون بديل لزلاتان إبراموفيتش.
اجتمع البرتغالي كريستيانو رونالدو سرا مع رئيس أحد الأندية المهتم بخدماته في ظل الأنباء التي ترددت حول رغبته في الرحيل عن ريال مدريد. وكشف موقع لو تن سبورت أن رونالدو اجتمع بالفرنسي ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان لبحث إمكانية انضمامه لحديقة الأمراء. وكانت الصحف البرتغالية أشارت إلى أن رونالدو مستاء من اتهامه بالتهرب الضريبي ويفكر في الرحيل عن إسبانيا والسعي للانضمام لفريق جديد في الوقت الذي قدم فيه مانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان عرضين لتوقيع معه. وذكر الموقع الفرنسي أن الخليفي سافر إلى إبيزا في إسبانيا حيث يقضي كريستيانو رونالدو عطلته مع أطفاله لعقد اجتماع سري مع اللاعب وبحث خيار انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان، خاصة وأن النادي يبحث عن تعزيز الخط الهجومي منذ رحيل السويدي زلاتان إبراموفيتش. وأكد عدد من لاعبي ريال مدريد الإسباني على رأسهم كاسيميرو ومارسيليو استمرار كريستيانو رونالدو في ريال مدريد نافين شائعات رحيله. وكانت نيابة مدريد اتهمت كريستيانو بالتهرب الضريبي بقيمة 14.7 مليون يورو بشكل متعمد، مشيرة إلى أنه استغل شركة تأسست في العام 2010 كان يخفي الدخل الذي حققه في إسبانيا نظير حقوق تسويق صورته. وقال الادعاء أن رونالدو تهرب من سلطات الضرائب بمبلغ 1.4 مليون يورو في 2011 و1.7 في 2012 و3.2 في 2013 و8.5 في 2014. وسيدلي هداف دوري أبطال أوروبا بشهادته في قضية التهرب الضريبي في 31 يوليو تموز الحالي، وعليه تسوية أموره مع الضرائب قبل هذا التاريخ ليتجنب تحول القضية إلى المحكمة. كشفت تقارير صحفية عن تعديل الموعد المحدد لكأس السوبر الإسباني بين فريقي ريال مدريد وبرشلونة، حيث كان من المقرر لعب المباراتين يومي 11 و 14 آب أغسطس المقبل وفقا لما أكدته القناة الرسمية للنادي الملكي. صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية قالت أن الاتحاد الإسباني استجاب لشكوى ريال مدريد بخصوص هذه المواعيد بسبب ضيق الوقت، حيث أن مباراة الذهاب ستقام بعد 3 أيام فقط من مواجهة الميرينجي مع مانشستر يونايتد يوم 8 آب أغسطس في كأس السوبر الأوروبي. وأضافت الصحيفة أنه تم تعديل موعد مباراتي السوبر الإسباني ليقام لقاء الذهاب يوم 13 آب أغسطس في ملعب كامب نو، فيما سيقام الإياب يوم 16 من نفس الشهر بملعب سانتياغو برنابيو. نبقى في إسبانيا وتحديدا فيما يخص فريق برشلونة، حيث ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة رفض كل العروض لرحيل نجم وسط الفريق البرتغالي أندري غوميز. صحيفة موندو ديبورتيفو قالت اليوم الجمعة أن برشلونة رفض 3 عروض لرحيله متمسكا باستمراره مع الفريق في انطلاقته الجديدة برفقة المدرب إرنستو فالفيردي. الصحيفة أوضحت أن وكيل أعمال اللاعب خورخي مينديز اجتمع مع إدارة برشلونة منذ أيام وقدم لهم 3 عروض، أحدها كان ب 35 مليون يورو فيما كان هناك عرض ب 45 مليون يورو. وأكدت رد برشلونة كان قاطع برفض رحيل اللاعب. غوميز انضم إلى برشلونة الصيف الماضي قادما من فالنسيا ب 35 مليون يورو وشارك في 47 مباراة خلال الموسم المنتهي وسجل 3 أهداف، إلا أنه كان من موضع انتقاد أو موضع انتقاد الجمهور الكتالوني. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر مساء امبارح الخميس تجميد النشاط الكروي في السودان على خلفية التدخل الحكومي في شؤون اللعبة. الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرر تجميد النشاط الكروي في السودان وذلك بعد تدخلات حكومية في شؤون اللعبة. وكانت وزارة العدل السودانية قررت إخلاء مقر الاتحاد السوداني بالقوة وتسليمه لجبهة عبد الرحمن سر الختم المعين من قبل الحكومة لرئاسة الاتحاد على حساب معتصم جعفر المعترف فيه من قبل الفيفا. الفيفا كان قد لوح في بداية يونيو حزيران الماضي بتجميد عضوية نشاط الكرة في السودان ما لم يتم التراجع عن تعيين عبد الرحمن سر الختم، لكن لم يتم الأخذ بالتحذير. وسيتم بناء على ذلك استبعاد الأندية السودانية من بطولتي دوري أبطال إفريقيا الكونفدرالية وكذلك المنتخب السوداني من تصفية أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون. وينافس المريخ والهلال في بطولة دوري أفريقيا فيما ينافس الهلال الأبيض في بطولة الكونفدرالية. وكان المريخ ينتظر الجولة الأخيرة من دور المجموعات أمام النجم الساحلي من أجل حسم تأهله لدور الثمانية، فيما تأهل الهلال الأبيض إلى دور الثمانية بينما انعدمت فرص الهلال بدوري الأبطال. وأجى في خطاب الفيفا إلى السيد السكرتير العام مجدي شمس الدين بالإشارة لخطابنا بتاريخ 28 يونيو الذي أبلغناكم فيه برفض قرار إخلاء مقر الاتحاد السوداني والذي اتخذته وزارة العدل السودانية يوم 2 يونيو. وأضاف ورغم أننا أبلغناكم برفض القرار إلا أنه لم يتم التراجع ونتيجة لذلك فإننا نؤكد تعليق نشاط اتحاد كرة القدم السوداني وفقا لقرار مجلس الفيفا الذي اتخذه في 27 يونيو. وتابع لن يتم رفع التعليق ما لم تلغي وزارة العدل قرارها بإخلاء مقر اتحاد الكرة السودانية
السوداني بالقوة وتسليمه إلى عبد الرحمن سر الختم وإعادة رئاسة الاتحاد إلى الدكتور معتصم جعفر. الخطاب أكد الاتحاد السوداني يفقد بذلك جميع حقوق العضوية كما هي محددة في المادة 13 من النظام الأساسي للفيفا. تعديلات على جدول مباريات البطولة العربية للأندية التي ستقام في الشهر الحالي في مصر، وتحديدا بعد رفض السلطات الأمنية إقامة مباريات الأهلي والزمالك في القاهرة مخافة من أي أعمال شغب. اللجنة المنظمة لبطولة الأندية العربية في القاهرة أعلنت عن تعديلات، ومن المقرر أن يقام حفل الافتتاح يوم السبت 22 يوليو تموز الجاري على ملعب السلام بالقاهرة بعد ما رفضت الجهات الأمنية إقامته على استاد القاهرة الدولي. وكانت قرعة البطولة العربية التي أجريت في شهر مايو الماضي تحت سفح الأهرامات أسفرت عن تقسيم الفرق 12 المشاركة إلى ثلاث مجموعات إجتها كالتالي: المجموعة الأولى الأهلي المصري والوحدة الإماراتي نصر حسين داي الجزائري الفيصلي الأردني، المجموعة الثانية الزمالك المصري النصر السعودي الفتح الرباطي المغربي والعهد اللبناني، المجموعة الثالثة المريخ السوداني الهلال السعودي نفط الوسط العراقي والترجي التونسي. ويتأهل الدور النصف النهائي الفرق أصحاب المراكز الأولى بالمجموعات الثلاثة بالإضافة إلى الفريق صاحب أفضل مركز ثاني بالمجموعات الثلاثة على أن تجري القرعة بين الفرق الأربعة. وتستهل الفرق مبارياتها بيوم السبت 22 الشهر الحالي، فيلعب النصر حسين الجزائري مع الوحدة الإماراتي والأهلي المصري مع الفيصل الأردني، في حين يستهل فريق العهد اللبناني مبارياته يوم الأحد ب 23 عندما بيلعب مع النصر السعودي، بينما الزمالك المصري بيلتقي اتحاد الفتح المغربي. 24 شهر الحالي نفط الوسط العراقي بيلعب مع الترجي التونسي والمريخ السوداني مع الهلال السعودي. 3 الفيصلي نصر حسين والوحدة مع الأهلي المصري. 24 بيستهل العهد مباراته الثانية أمام الزمالك المصري، في حين بيلعب اتحاد فتح المغربي مع النصر السعودي. والخميس بيلعب الهلال السعودي مع نفط الوسط العراقي والترجي التونسي مع المريخ السوداني، بينما السبت 29 شهر رح يلعب العهد اللبناني مع اتحاد الفتح المغربي، والأحد 30 شهر بيكون ختام الدور الأول. الأربعاء 2 آب بينطلق القرعة بين دور نصف النهائي من أوائل المجموعات الأولى والثانية والثالثة وأفضل ثالث، والنهائي رح يكون نهار الأحد ب 6 آب 2017 تجد الإشارة إلى أن المباراة النهائية ستقام في 6 آب المقبل. هذا كل شيء بالنسبة للرياضة لهلأ. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي الختام هذا تذكير بالعربي: أريد الحكومة اللبنانية بالاتصال بالنظام يلي هو أساسا مسؤول عن مأساة النازحين. الحريري يؤكد أن الاتصال بالنظام السوري خروج مرفوض على قواعد النأي بالنفس. لا يمكن أن نسلم أجلاد ضحيته. كوري من معراب: التنسيق بين تيار المستقبل والقوات اللبنانية قائم ودائم لما فيه مصلحة لبنان. الدول الأربعة تلوح بإجراءات عقابية جديدة ضد قطر ومساعا أمريكية ناشطة لتخفيف التوتر. وكان في الاقتصاد: تراجع المؤشرات الاقتصادية سيد الموقف وتشاؤم لدى الشركة. وكان في الرياضة: الفيفا يجمد النشاط الكروي في السودان رسميا بعد تدخلات حكومية. ختام نشرة من الميدان، شكرا لكم وإلى اللقاء. موفقين في دبرتكم دوم. موفقين. ما عايش في لبنان وبرات لبنان يلي بيفكر انه بيقدر يشلب تيار المستقبل.